لك علي كمال اشو هذا حميد من الصبح ماكو خابرت على بيته ما جاوب مدى نفتهم السالفه شنو دروح شوف لي اياه تمام ام نوري هسه اروح وارجع حميد مو قلت راح يعرضوا الكليب ليش ما عرضوا ما اعرف زينه وائل قال راح يعرضون وقاعدين ننتظر نشوف بلكي ما ملحقين مونتاج الكليب يجوز هيك الشيء صاير يمكن ان شاء الله يعني يجوز ايه الباب دا يندق ها حميد اخويا وينك ها انخابر تليفونك مغلق امو نوري ظل باله قال روح شوف ببيته ايه لا اخويا حميد يعني واخيرا راح تنشهر ها يلا على الخير تسلم ولو كان شغل غريب شوية هيك ما أعرف شلون أقول لك أغنية شعبية ويا راب هيك شي مخربط كان شوربة عبالك لا هاي شنو زينة ميكس ها ميكس سوينا إيه إن شاء الله العالم يحبوها ها إن شاء الله حميد حميد انتهينا إحنا شايزة انتهينا إحنا ولك إيش صار يا ابني ها دا احترق من جوا حميد احترق اكو مي جيبي مي جيبي مي عطشان الولد شايزة لك ضلعي اهدأ شوية ارتاح الله يا الله بدو اروح لك صار شنو غيره وقت عرض الكليب ما يخالف ما يخالف اذا تأخر العرض لا تدير بال اني صار لي سنين انتظر انشهر شنو ما اقدر انتظر ساعتين يعني ايه قلبي انت خطية باع المسكين عفية اخوي حميد حلقك ينقط عسل قد حلو حكيت خلي يتأخر بالشهرة المهم ينشهر بالضبط هيك يا ريت لو مغيرين وقت العرض حميد تسلمين اختي بالعافية كل شي تغير بلحظة واحدة حميد هذا البلا ناموس المخرج مفرغ المحل وطلع منهزم رايح راح الفلوس يبو انت اكيد تشاق وياي مو اكيد تشاق لك ابن الرجال متعامل ويا نجوم كبار هو شي يسوي بالعشرين مليون مالتنا اصلا هو يلعب بالفلوس لعب ما يسوي هيك شي ما 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 مو سوى وخلاص حميد انا رحت شفت المحل فارغ سألت الناس هناك قالوا كان عنده كومديون ماخذ فلوس من الناس وقالوا طلع واحد قفاص واخذ فلوسنا اياه شلون هاي اني شلون اني سحبت قرض من البنك 20 مليون ايش راح اسوي هسه انتهينا احنا حميد انت بس فلوسك راحوا حميد بس اني كل شي راح الفن راح مستقبلي راح تعبي اني كل شي عندي راح حميد اني ما ظل عندي ثقه بالناس اني انت عر احسن لك اوقف اخويا انت حارش اوقف اشو ايش راح نسوي حميد شنو نسوي زينه احنا بنروح نسحب قرض ونخليه بيد الاثول وهو ينصب علينا راح نروح للمكتب وناخذ فلوسنا مرتلخ امشي علي كمان اوقف حميد انا اصلا جاي منك الرجال ساد المحل ورايح منهزم المحل فارغ ما يخالف هم راح نروح امشي اوف أوه حميد فضلك صرت زنقينا